اعتدنا على أن تشارك النساء الجميلات أو المتجملات في مسابقات ملكات جمال العالم أو المحلية أو الدولية، وهن يضعن الميك اب أو ربما خضعن لعمليات تجميل، وقد يساعد ذلك في حصولهن على اللقب أو على أقل تقدير المشاركة في المنافسة. ما حصل مع هذه الشابة العشرينية الجميلة واسمها ميليسيا خارج تلك الضوابط المعتادة. فميليسيا رؤوف هي أول فتاة تنافس على لقب ملكة جمال إنجلترا بدون ميك اب، بدون وضع مساحيق التجميل، بدون فلاتر. هذه المسابقة تحدث لأول مرة خلال 94 عاما في بريطانيا. تقول ميليسيا رؤوف أنها قررت الظهور بدون مكياج في محاولة منها للترويج للجمال الداخلي وتحدي مثل الجمال الراسخة على وسائل التواصل الاجتماعي كالشفاه المنفوخة والخدود المنتفخة ومساحيق وفلاتر التجميل وما إلى ذلك من أمور أخرى يجعل من الفتاة التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي على غير حقيقتها التي ربما تشاهدها عليه في الواقع. إذن ميليسيا رؤوف بلا ميك اب وبلا فلاتر وضمن أهم منافسة لملكات الجمال في بريطانيا. Interesting fact is that she's also multilingual and pursuing a career in international relations. Well done, Melissa. First of all, how did you take the decision? Because you wore no makeup at all at the moment, right? Because I feel like nowadays so many girls feel like they have to wear makeup to fit in, to feel and look beautiful. But I just feel like true beauty is underneath all that makeup. So I feel like we can really empower like all women to just rise and wear no makeup and feel beautiful in their own skin. And I think it's such a beautiful round. It is. Did it make you feel at all that, oh my God, am I doing right? Because the other girls have an advantage, they have makeup, so it enhances their natural beauty. So did it make you feel it at all like that? Or did it pass through your mind that, am I doing right or not? Obviously it did, yeah, there were some nerves, but once you're in it, once I did it, I just felt so beautiful in my own skin, and I feel like that's how all young women and just women in general should feel, just beautiful in their own skin, and I'm so proud I came and did such a like a brave move for today. Really well done, congratulations, I find it amazing. Thank you. Because it needs a lot of courage to do so. Thank you so much, yeah. Well done, and best of luck for the next round. Thank you so much. تقول ميليسيا رؤوف إذا كان المرء سعيدا ببشرته فلا ينبغي له أن يغطي أو تغطي وجهها بالمكياج. عيوننا تجعلنا ما نحن عليه، أو عيوبنا عفوا، وهذا ما يجعل كل فرد فريدا من نوعه. هي تريد أن يتقبل الناس أشكالهم كما هي دون تغيير، والكف عن الاختفاء خلف مساحيق التجميل أو خلف الفلاتر. ولا أعرف إن كانت وجهة ميليسيا رؤوف صحيحة، ربما كانت وجهة نظرها غير دقيقة 100% في ظل التقدم والتطور الطبي الكبير في مجال التجميل. ربما هناك ما يختلف مع وجهة نظرها، مع وجهة نظرها، مع وجهة نظر ميليسيا. على العموم هناك تعليقات كثيرة اخترنا لكم بعضا منها، والبداية مع تعليق لحنين خليل تقول في تعليقها: حنين، هذا أجمل شيء بشوفه اليوم، ويا ريت كل العالم تتخذ هالخطوة. كله بينتقد انه بحط مكياج باللقاءات المهمة مثل الأعراس والاجتماعات، اجتماعات العمل والجلسات التصوير، بس بظن هذا الشيء هو حرية شخصية ومعيار الجمال يلي بيتحدد ضمن قوالب كثير غلط. تعليق آخر، هذا تعليق سيأتي من جود، تقول: والله الموضوع ما له علاقة بأنه هي عندها وجهة نظر أو لا، لأنه ما شاء الله هي حلوة وما محتاجة عملية أو ميك اب، العيون زرق والبشرة حلوة وصغيرة. لنفترض عندها مشكلة بخشمها أو بعيونها أو أي شيء ثاني، هل راح تكون نفس رأيها؟ بالتأكيد لا. تقول علياء في تعليقها: تريد تثبت للبنات أنه شكلهم ممكن يكون حلو من غير مكياج أو على مود مسابقة أو على مود هي شيء شايفة أنه شكلها حلو،
فعلا بمعايير الجمال المعروفة واللي أغلب الناس متفقين عليها والكل حيتقبلها وما عنده عيوب تريد تخبيها بالمكياج وحبة تسوي شيء تلفت النظر. على فكرة هي أحبطت البنات أكثر مما تدعمهم. تعليق من نانا تقول: نانا هي كل وحدة حلوة وبشارتها صافية ما فيهاش غلطة أصلا، تحسسنا أنها عملت تحدي وإنجاز، أما طلعت من غير مكياج ولا تطلع تقول لنا حبي نفسك وحبي جسمك بفيديوهات جسمها التي لا تكاد أن تذكر. تعليق آخر من حماد أو حمود يقول: حمود، ليس هناك شيء أصدق من أن يواجه الإنسان حقيقة التفاصيل الدقيقة لملامحه الطبيعية، مو مثلنا بالعراق طن مكياج طن بوتوكس وفيلر وجيلاتين وعلش نعناع وبطاطين، وهذا اللي يقول يمي خلي النسوان يومية مطلع شغلة وقال يمي وكتل على أبو الخلطات.